قمت من عند بنت السلالم زي بنت عندها 16 سنه ياس. ومن بعديها بقى النور ظهر في حياتي. أسرار هتعرفها لأول مرة عن الفنانة الشهيرة شادية، واللي عرفها الناس بلقب معبودة الجماهير. اسمها الحقيقي فاطمة، أصولها تركية، اتجوزت 3 مرات وما خلفتش طول حياتها. ولما قابلت الشيخ الشعراوي لأول مرة حياتها تغيرت 180 درجة. خرجت من عنده كأنها بنت عندها 16 سنة. من بعدها حست إن حياتها كلها بقت فيها نور. ومن بعدها بقى النور ظهر في حياتها. الفنانة الشهيرة شادية اسمها الحقيقي فاطمة أحمد كمال شاكر، اتولدت يوم 8 فبراير سنة 1931 في منطقة الحلمية الجديدة في حي عابدين بالقاهرة. بترجع أصولها لمحافظة الشرقية، لكن جذور عائلتها بترجع لأصول شركسية. علشان كده والدتها كانت متنديها باسم فتوش. والدها اكتشف موهبتها الفنية من وهي طفلة صغيرة، كانت بدايتها على إيد المخرج أحمد بدر خان، ووقتها قامت بدور صغير في فيلم أزهار وأشواك. بعدها استعان بيها محمد فوزي في عدد من الأفلام. زادت شهرتها مع الوقت وما بقاش في حد في مصر ما يعرفش شادية. قدمت أول عمل مسرحي من خلال مسرحية رايا وسكينة، وبعد المسرحية دي بدأت تفكر في الاعتزال. اختتمت مسيرتها الفنية بفيلم لا تسألني من أنا، وبعدها قررت الاعتزال ولبست الحجاب وقررت تبعد عن الشاشة وتغني أغاني دينية فقط. شادية لما اتكلمت عن موضوع الاعتزال قالت انها لما قررت تعتزل جالها كذا اغنية، وقبل ما تقبل قررت تزور الشيخ الشعراوي وقالت له انا عايزة قبلك. ولما شافته وقالت له انا بيني وبين نفسي وعدت ربنا اغني اغاني دينية اشكره فيها انه نجحني وسطرني، لكن انا دلوقتي مش قادرة اغني، انا عايزة اتحجب واقعد. فسألته هل انا ابقى كده تخليت عن وعدي؟ قال لي اللي بتعمليه ده احسن مليون مرة، لكن صممي. وطلبت منه يدعي لها ان ربنا يغفر لها. شادية وصفت حالها بعد لقاها بالشيخ محمد بتولي الشعراوي وقالت قمت من عنده ونزلت السلالم زي بنت عندها 16 سنة بجري، وحاسة ان انا والدنيا حاجة تانية، عمري ما حسيت باحساس السعادة ده. قالت ان من بعد لقاها مع الشيخ محمد متولي الشعراوي النور ظهر في حياتها، وبعد اللقاء ده تحول نشاطها من الغنى والتمثيل للقرآن والصلاة والعبادة، وقربت من ربنا وفضلت لبس الحجاب لحد آخر يوم في عمرها. فضلت على الحال ده لحد ما ماتت يوم 28 نوفمبر سنة 2017 عن عمر يناهز 86 سنة. توفت بعد مرورها بأزمة صحية دخلت بسببها المستشفى، ورغم انها رحلت عن عالمنا من سنوات لكنها تركت وراها مسيرة فنية حافلة مش ممكن تتكرر. فضلت خالدة في قلوب الجمهور اللي حبها، ورغم انها ماتت لكن لسه الجمهور فاكر ومحدش يقدر ينساها. رحم الله الفنانة شادية، ادعوا لها بالرحمة.